علامة الصدق أين نبحث عنها؟ علامة الصدق أين سيمتها؟ أين علامتها؟ أقول علامة الصدق ظهرت وتجلت عندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة. فأول ما فعل هو عزل خالد، عزل خالد عن الإمارة. هل خالد سب في عمر؟ هل انتقص من قدره؟ هل ترك الجيش وأخذ بقطعة الجيش التي يعني هم أخص الناس من جيوشه أو من جنوده؟ هل أخذهم بقطعة وقال أنا سأكون وأنتصر للإسلام وحدي؟ ماذا فعل؟ خالد بن الوليد تنازل عن الإمارة وسمع وأطاع وصار جنديا من أحد الناس. يتمثل في هذا الباب أنه إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، كان في الوسط كان في الوسط. المهم الراية مرفوعة، لا المهم أن الراية من يمسكها، لا، المهم الراية مرفوعة. إذن نصر دين الله جل في علاه يسعد الجميع. لذلك خالد بن الوليد نزل فصار رضي الله عنه وأرضاه من أحد الجنود.